مؤتمر جنيف مؤتمر كي باش هجر بيجي سري بس اطرافي النزاع خوياي ناخذ بيجي تحلي وكسك دريبي نادي ايش غني ملتي سوري ده هم خازن يعني بيجي قرار كي بيجي بما سادة ملتي سوري بعربي خوب كردي خده في حرب قذر خلاص كان يعني هبيع متيدة والله حسب بالنسبة لي كلمة باعتبار اطراف النزاع هم كل جمعون هي انه حدك دبيس واختاق مصلحه ملتي كرد ملتي شعبها سوري بكردي وعربي هي دينا تاخذ بالها خذ بيجم حلول قال لك يري وان فرن ما ام خازن وجنيف بسرد سركل در حلك جو وضع سوري جبر داوياوي اف غولو تشيبوي انا مفاوضات فرد من السر جميع اطرافها جدمنه معارضه وجدمنه نظام ففرصاك بلكي شبو تشتكي خشك شيء يعني ودوده ممكن محاسبه شيء ممكن متابعه ممكن تعويضات ممكن حسب حل كفاغ بن ضمن طبعا عالمي كسي خدي اختصاص بن كسي مدني بن وحلك ايش وضع سوري بشكل عام ام بي بي ودي متمرات بسركبه براستي يعني هيك ما تجهبوا انه ابي ام متمرائي متمرك كان بجبر كرتي ما مشاركين ما تخش وان كسي حاضرش في متمر جنيف ركرني انه قريب انا كرجتي حاضر كربانا وكشانك بسر بخو انه قريب انا تمثيل ملت كرد كربانا للسوري او جي قريب انا مشارك وانا بار موجود بار وشناد قريب انا نرينا ملت كرد تشتي كرد حاضر سوريا مستقبل او جي وقت وان كسي حاضر او جي تمثيل كرد وانا في مؤتمر دي مشترك بشان دك سر بخو وموقف كي واحد قال وانا تمثيلي كردي خصنا سوري كردي از دبینم جنیفا زیا جولات دوار دار که به گاهک پر باشه گورنرین آمیز لیدر دنو اتفاق دوری چه بوی سر فدرالی و سوری به سر فدرالی چار فدرالی چون من کاربن عیش مشترک چه کن در سوری نبی چار پرسه اتفاق دوری چه بوی شرعنا عرضه لازم عشر عنام لدى سوري لازم أفجني في دار تكبش بو فيش أفشعية شيء ببي شو بجني سوري ببي فدرالي وأجب هذي ما بقى سهل يعني اتفاقك شيء بوي وبمش بريتي قلت إنه ما مرا كوني سر سوري هي أبو الراس وراسي بس نسر حكومة سوري هي سر شعب سوري هي مؤتمر جنيه بليس كده مسرحي كده هذيك دورة خدي بليزة جير دورك جير هتير صمادي يعني في النهاية يعني حريق مصالح خوي شخصي دمشي الشعب مش كسكر مهمة معارضة نظام مش وكهة بالنسبة جمرة وهي بيام مؤتمر جنيف يجارتنا شو بر حرش جاهز وحرش الرسمة دي مسألة مسألة وقتها حتى جرب أهداف خو جيبينه وشاري وحرش شارة سرفة برزميل كاسوري حل يعني مش كي لو جرب بيجي أهداف خو غاية طبعا أهداف غاية طبعا شيء جدري تفكيره خلكي يعني الناس لكن غير شو بالضبط خازج